السلام ومرحبا بكم في فلوج جديد يا جماعه. والمره هذه بدايه الفلوج باش تكون مع الانسه ليندا. جايين ماتشي ماتشي بالزهر، انا احنا زوز خدينا من تيكا ماكس، مي اني خديت الروز وخديت البلو بالزهر تبعهم. احنا مدابينا كان جاي العكس على باز، خاطرني ما نحبش الروز، نحب البلو وهي تحب الروز. مي بون سي كوم كوم سي كوم كوم. دونك اليوم يا جماعه عندنا رحله في بداية الطهراني كما قلت. عنا تو 11:30 من با 11 باش نمشيو نعملوا 7 سوايع ثنية، ربي وصلنا سالمين. حتىكش الجنو من جنو باش ناخذ البطو، أول مرة باش ناخذ البطو في حياتنا زوز. باش نهبطوا لتونس، شنو إحساسك؟ إكسيتي وكهرب. دونك يا جماعة توا باش نعملوا سكين كير نتاعنا نتاع الليل، وإن فيت احنا باش نرقدوا عم نشدوا ثنية. دونك هاكم معنا. اني بروح قط من غير كريمه بلاطون. انت جنب بعد ما نعمل الكريمه شوف لك شو ديجا مين لي لي يا عيني يا عيني. شعرات تهافي شعرات ولون. باش نعطيكم بيج سيكريت، انه اني ما رقدتش، انه اني مي بلونش اون اور واي. تو تو نطلق الرحله اوفيسيلمون. عملنا بوز كافي. السلام يا جماعة، اسمه انتبهت لاني موريتكمش البيت. احنا تظاهر باش نعمل تشيك اوت، دونك اكسكيوز ذا ماس. حاسي البيت هكا تجي، ما خديتش فيها شباك خاطر نتقلق برشا من الشباك من البحر. دونك فرش من هنا وفرش من هنا، حتى هذوما زوز دفروشة ينجم واحد يهبطهم. وهنا فما خزانة هكا تحط فيها، وهنا فما تواليت سال دو بان صالونة. كاو هاديك هاو. هلو هلو، عندي بديت احس لو حاسه روحي ملي ماشي تونس ما بلوغيتش. دونك فرحانه تو بي باك. قلت نوريكم الاوتفيت، اشتر اوتفيت اون فيت مش نعمل تيجي من صحتي شادري. قلت ناسكم معايا، شعري بيان سور مسخ، دونك كان لازم انه اني نحطه في تحت كاسكيت. حسيت لو كانت البرود اللي فاتت برود بصراحه مش ساهله، شو ملا خاطر مشيت لتونس جمعه وبعد راحت، كان لازم اني نمشي بودابست من غدوتها. بعد 3 ايام غادي المحل شخت مع صحابي، اما قلت نكذبش عليكم بيلت. راحت حسيت ميونيخ الويكاند هكا، بديت نرتاح شويه. مشيت نهار الخميس لوفيس، الويكاند هذا كله راحة. حسيت قلت نعطيكم ابديت باللي صار.
عسلامة يا جماعة. اليوم سيت ان لاندي، كي دي لاندي يقول اطول ومستمر في الجماعة. مي ميساج بغيت ربي باش نكملو ان شاء الله. اليوم فما شوية تحدي بالنسبة لي اني، على خاطرني اليوم قررت اني نرجع نترين بعد الكوفيد. زدت اكثر من 15 كيلو، زدت تقريبا 20 كيلو من الكوفيد حتى كش اللحظة ذي. وكنحط لكم صوري قبل كيفاش كنت ماكم مش تصدقوا معناتها. على 3 سنين مشني عارفة روحي وفيت. جربت الرجيمات الكل، جربت الدنيا الكل، اكتشفت انه الحل الوحيد باش اني نرجع كيما كنت ونرجع في البدن اللي انا مرتاحة فيه هو سبور. هذاك علاش تحديت روحي وقلت اليوم باش نرجع نترينا، باش نمشي بعد الخدمة تيكا ماكس، نشد باش سبور. مش انه ما عنديش باش سبور، عندي باش سبور، اما كان موتيفاسيون لي اني لونترينمون حبيت نشد باش سبور. دونك باش نمشي نشد باش سبور، وان شاء الله ربي اليوم بعد نروح تيكا ماكس نترينا. باش نبدا من الاول الحقيقة بثلاثة اربع مرات في الجمعة، ثلاثة حتى كي نعمل ثلاثة تسمى اتشيفمنت مش نورمال. وبعد ان شاء الله بشوي بشوي نتحسن. سوسي اسكو باش تصيح ولا لا؟ هلو يا جماعة، عملت كما شفتوا زيت نتاع الكليل. هذه وريت لكم ديجا في اول فلوغ، عملت لها انبوكسينج، جاتني خشيتها من امازون. فوالا يتباعوا ثلاثة بيبز يدولي بست ورو حاجة كسيس ورو. قريت برشا على زيت الماء نتاع الكليل، معناتها حبيت نحط منه بالعمل. الناس كل تشكر فيه، الناس كل تقول قداش معناتها يحسن. هو يقول لكم المستحسن انك انت تستعمله كل يوم، ما اني ما يساعدنيش كل يوم على خاطر نجبد شعري. دونك مش نبل شعري كل يوم بالماء، الجبده كلها باش تمشي، فهمتوا؟ دونك نتصور نعمله في الويكاند، من الويكاند للويكاند. شعري الحقيقه جات بيريود تحسن بالكدا، بارك الله زاد طويل. اما المده الاخرى الكل حسيت ضعاف من اللوطه، معناتها ضعاف ضعاف بالكدا بالكدا. دايوغ اني نحب نحفف منه ان شاء الله نلقى عند شكون نحفف. دونك نحس فيه ضعاف بالكدا من اللوطه، وما عادش نحب نعمل الزيت الخروع اللوز والزيوت هذوكم الكل. يفيدوا راهم على الاخر، اما شعري ياسر ولا بيزايد، معناتها مش منهم هما، هو قاعد يزايد. هو ديجا ولا يزايد من اخر مره عملت فيها الكولاجين اللي طلع مضروب، موش كولاجين سيتي ان بروتين، واللي هو ديجا برشا على شعري البروتين. دونك هذاك علاش هبط شعري حلق ولا ياسر يزايد. دونك قلت شنو نجم نعوض حاجه، ما اللي هو زيت الكليل. كي تشمه منك ليه فما ريحه، اما كي تعمل على شعرك ما فماش ريحه معناتها. دونك هو يقول لك تعمل كل يوم، الناس تحب تجرب تعمل كل يوم. باش نجربو، باش نجربو الحقيقه مش باش نقص عليه، جوست باش نقرا حاجه وحده خاطر ان سما هذول اللي عملت كونتيتي. باش نقرا في الانترنت قداش تقعد الدبوزه هذه معناتها ما تفسدش. وتو نقول لكم مي سينو لابليكاسيون تاعها هذه ياسر سهله. انا يعني ملول استعملتها بالغلط، دونك كيما تراو مسخت روحي وكل. اما هو جوست كل بلو كل بروس معناتها تنزل شوي تحس هكا شعرك يبدا يدخل فيه الماء وما يهبطلكمش معناتها. مي مش كيما عملتيني غلطت، فهمتوا؟
زايد انكم تعملوا اخر شعركم هذا خطر اللي بيه الفايده هو الرسيل، فهمتوا؟ كعملت بيان سور شويه هكا مساج وانتم تشوفوا حاول كيبي ابديتد. استعملت معطيني تو استعملت الكونتيتي هذي. زينو حبيت نقول لكم ميرسي بوكو اللي وصلتوا حتى كش اللحظه هذي في الفلوج. فرحانه برشا برسمي بالناس اللي قاعده تتفرج، فرحانه برشا بالناس اللي تبع فيا وتبعت لي مساجات ما عليهم. نعرف انه اني مش ديما موجوده كل فريمون جمعه، مي قاعده نحاول المده هذي باش نركح اموري الكل، خاطر سورتو البريود اللي فاتت معناتها كانت عندي برشا ماشي وجاي، مازالت عندي ماشي اخرى ان شاء الله الجمعه الجايه. دونك مازلتش نعاود نسافر، اما بقيت ربي نحاول اعمل كيب يو ابديتد باش نفلوجي كل شيء باش نصور لكم كل شيء. وهذاك هو حتى في الانستغرام دايوغ مانيش ياسر موجوده، ان شاء الله يا ربي نرجع. جوست كيما قلت لكم مارا اوف تايم معناتها انه برسمي كنت نستحق بوز دايوغ الويكاند هذايا اوني ان ديمونش هو سونسي الفلوج يهبط اليوم، اما ما خلطتش نكمل كل شيء. دونك الويكاند هذايا ما عملت حتى شيء اون فيت. الويكاند هذايا كي قلت إليف تستحق بوز تستحق راحة تستحق ويكاند ما تعرف فيه حتى شيء، خاطرني الويكاند اللي فاتو كل اجري اجري اجري. دونك الويكاند هذا قررت انه مش باش نعمل حتى شيء، انه باش نشد الدار مشيت خرجت جريتي من البيت حرفيا، مشيت حطيتها في الصالة وركشت في الصالة ويكاند كامل ناكل ونرتاح وكل. غدوة ان شاء الله نرجع في سيستم جديد، غدوة نرجع للخدمة، نامي غدوة نمشي للوفيس، نامي غدوة ان شاء الله يا ربي نجم نقوم الصباح ونمشي نترينا. نحب نترينا الصباح، نحب نقوم بكري نترينا نحضر روحي نفطر ونمشي للخدمة ان شاء الله. هذا بعد نشوف شنو باش يصير، هذا كل تشوفوه في الفلوج جاي. دونك ديما خليكم موجودين، ميرسي بوكو على لونكوراجمون تاعكم مرة اخرى، و سي يو ان ذا نيكست فلوج. باي باي.